Mongo? New. Oh, new, yeah. Sunny. New. Yes. New. Mm. And new. Yes, yes. Orange. Yeah. Okay. Make a video. I got the camera. What effect is Sony orange? نعرفنا بحضرتك والمنطقة اللي حضرتك تزرع فيها وكده. أنا اسمي عبد الله مسعد خميس. القرية دي اسمها قرية كفر داود، تابعة مدينة السادات، محافظة المنوفية. تمام. الزرع اللي أنت شايفه حضرتك دلوقتي دي، ده برتقال صيفي. تمام. ودي مانجا كيت وكنت. تمام. وده فول سوداني. تمام. حضرتك البرنامج التصميمي اللي كنت شغال معاه في البرتقال ايه؟ البرنامج اللي شغالين بيه الاول كنا شغالين بطبعا الازوت، كنا شغالين بيه على طول. وطبعا الاحماض ونطرات الكالسة. كان ايه الاخبار في الانتاج وكده والكلام ده؟ في الاول كان الثمر كان بيسقط، بيحصل له عمليه ضمور، وكان في اعفان في الجدر هنا طبعا. تمام. وكان بيسقط. تمام. بعد كده حضرتك بعد كده طبعا لما كان عندنا موز وكنا بنستخدمه الصيني. تمام. من شهر 4 اللي فات. تمام. فبدانا نعمم التجربه على بقيه اي محاصيل تانية. تمام. فجبناه طبعا جربناه هنا في البرتقال والفول السوداني. ده برتقال صيفي. برتقال صيفي. تمام. وكان ليه اثر. ايه الاثر اللي حضرتك شفته بعد ما استخدمته؟ الاثر الاول كان فيه اصابات في الشجر. تمام. زي ما انت شايف حضرتك كده. تمام. وده كان اثرها اللي هو في عفن، وكان في دوده والحاجات دي. تمام. والاثر بتاعتها اللي هو المحصول اللي انت شايفه في الثمار دي. تمام. انت شايف ان المحصول ده مرضي؟ محصول عالي. اتفضل. محصول عالي عن قبل ما كده. قبل ما طبعًا. قبل ما كنت شغال قبل كده. بالبرامج العاديه، برامج التسميد العاديه. برامج التسميد العاديه كنا شغالين بيها، ما كانش المحصول بالطريقه دي. ما كانش بالطريقه عندك هنا. لو بصيت هنا في الشجره وبصيت. تمام. هنا في الشجر جنبك حتى. تمام. تعرف ان المحصول فعلا. حضرتك كنت معدل الاستخدام كنت بتستخدم كم كيلو؟ انا كنت بستخدم هنا شكاره في الشهر. تمام. تمام. شكاره كنت بتحطها في الشهر؟ في الشهر. تمام. دي من بدايه شهر كام؟ من بدايه شهر 4. تمام. يعني من بدايه مش 4 يعني، اخر 4 في اول 5. حضرتك استخدمت كل شهر شكاره؟ يعني كنت استخدمت كم شكاره لغايه دلوقتي؟ يعني ان شاء الله احنا استخدمت 4 شكاير. تمام. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل المعدل اللي انت شايفه بالنسبه للثمر والعقد بتاع الشجر، وزي ما انت شايف النمو الخضر اللي في الشجر ده بان عليه. وطبعا المانجا شايف انت الورق بتاعها. تمام. والنمو الخضر اللي فيها. تمام. والفول السوداني قدام حضرتك ما شاء الله شايفه انت. دي ثلاث زرعات في زرعه واحده. تمام. ثلاث زرعات في فكنت واحد. كنت شغال بيهم كلهم على برنامج واحد. على برنامج واحد طبعا. حضرتك طبعا. في المانجا. بدات تشوف هنا، والمانجا هنا بدا الورق هنا ورق جديد ومعدلات جديده طبعا، لان انت استخدمت صواني برضو. تمام. كان ليه معكوس ونمو خضر على الشجر زي ما انت شايف حضرتك. تمام. تنصح حضرتك اي حد ان هو يستخدم صني؟ اي حد قريبي او اي حد شغال في المجال بتاع الارض ده ان هو يستخدم صني ويتعامل بيه، وهيكون له مردود جيد جدا وهيبان في جميع المحاصيل. حضرتك مبسوط يعني؟ طبعا اكيد الحمد لله مبسوط، لانه وفر لي في الاسمده ووفر لي في اي حاجه انت بتديها للعفن. طبعا هو ليه عامل كبير في التربه ان هو بيقلل نسبه العفن. تمام. في الجذور. تمام. تمام. شكرا لحضرتك. شكرا لله. شكرا لله. تمام. انت فضل الطرب بقى كانوا عايزين تروحوا.